انا عايز اعرف دلوقتي انت فين وبتعمل ايه؟ بعدين يا مازن. طب اهم حاجه لازم تطمن اهلك علشان هما بجد قلقانين. ماشي ماشي ماشي، انا في جديد هكلمك. يلا سلام. ايه تاني يا مازن؟ الحقنا يا مالك. ايه يا ابني في ايه؟ وصلولي. هما مين دول؟ الحقنا يا مالك بسرعه. ايه يا مازن؟ وحش قوي اسم مازن ده يا مالك. اسم عامل زي البطريق كده، لا منه حيوان ولا منه بيطير. شيء غريب ها؟ اسمعني. طلع مازن برا الموضوع، مازن ملوش علاقة بالحكاية. تصدق باين على وشه إنه ملوش دخل بأي حاجة ولا يعرف أي حاجة، نصيبه بس إنه صاحبك. أقسم بالله لو حصل له حاجة. أقول لك إيه، هو أنا مراتك عشان تحلف عليا؟ اسمع قبل ما تفتح صدرك كده زي شجيع السيما، صاحبك هيموت. هيحصل اللي مات ولو ما جيتش لحد عندي هنا عشان نصفي اللي بيننا. بالمناسبة أنا عرفت مكان أبوك وأمك، بس أنا قلت أسيب الدقايق للآخر. لو ما جيتش لحد عندي هنا أنا هبدأ بصاحبك، ولو طولت في غيابك أنا هتدور على أبوك وأمك وبشوق بقى يا حبيبي. أنا هبعت لك اللوكيشن عشان تجي لي على هنا. بس والنبي يا مالك، والنبي تعرف لي حكاية البطريق دي حيوان ولا طير؟ أصل الموضوع ده شاغلني أوي، ولو اتأخرت في الرد أنا هبعت صاحبك للي خلقنا فوق عشان يعرف إجابة السؤال. بعديها أنت هتحصل. سلام.